الرئيس السيسي يتفق مع نظيره الروسي على تكثيف الجهود الدولية تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار بقطاع غزة وإتاحة المجال أمام النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية. الرئيس السيسي يوجه بتوفير إمدادات غذائية إضافية بقيمة 650 طنا للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة. غوتيريش يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ويعرب عن قلقه حول فقدان الأرواح بمستشفيات القطاع. التاسعة مساء السابعة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم مشاهدينا، والبداية مع الزميلة مدى سعيد. أهلا بك مدى. أهلا بك لؤي، وأهلا بكم مشاهدينا. تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية للتهدئة وما تقوم به مصر من خطوات لإدخال المساعدات الإغاثية وإجلاء الرعايا الأجانب والمصابين الفلسطينيين. وقد اتفق الرئيسان على تكثيف الجهود الدولية تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار وإتاحة المجال أمام النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية المدنيين وحقن الدماء، وذلك تمهيدا لمسار سياسي يهدف لحل النزاع على أساس حل الدولتين. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في عدد من مجالات التعاون المشترك. وجه الرئيس السيسي بالتأكد من توفير احتياطي مناسب من السلع الغذائية مع اقتراب شهر رمضان المبارك بما يلبي كافة احتياجات أبناء الشعب المصري. كما وجه الرئيس السيسي خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية بتوفير إمدادات غذائية إضافية من السلع الغذائية المتنوعة بقيمة 650 طنا للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وذلك في إطار دور مصر المتواصل في دعم الأشقاء في غزة على جميع المستويات. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين وضمان عدم تأثر توافر السلع بالأزمات الدولية المتعقبة ووجود رصيد مطمئن منها. كما تناول الاجتماع جهود المضي قدما في تنفيذ المشروع القومي لإنشاء المخازن والمستودعات الاستراتيجية واستكمال المشروع القومي للصوامع لتأمين مخزون كاف من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام، وذلك في إطار حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار في موقف الأمن الغذائي المصري. أوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه خلال الاجتماع بالتأكد من توافر احتياطي مناسب من السلع مع اقتراب شهر رمضان المبارك وبما يلبي كافة احتياجات أبناء الشعب المصري، كما وجه سيادته بتوفير إمدادات غذائية إضافية من السلع الغذائية المتنوعة بقيمة 650 طنا للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس إيمرسون مانانغواغا رئيس زيمبابوي، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيسين أشادا بالتطور المستمر في علاقات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، مؤكدين الحرص على تعزيز الآليات والأطر القائمة لدفع العلاقات إلى آفاق أرحب وبالأخص في مجالات التعاون التنموي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس إيمرسون مانانغواغا رئيس زيمبابوي الذي يقوم بزيارة لمصر. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيسين أشادا بالتطور المستمر في علاقات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، مؤكدين الحرص على تعزيز الآليات والأطر القائمة لدفع العلاقات إلى آفاق أرحب وبالأخص في مجالات التعاون التنموي، حيث تم الاتفاق في هذا الصدد على أهمية تطوير التعاون في مجال الزراعة ومشروعات التصنيع الزراعي وتعظيم الاستفادة من الثروات الحيوانية والسمكية،
وذلك بهدف تعظيم القيمة المضافة وضمان الأمن الغذائي للبلدين، إلى جانب التعاون في قطاعات البنية التحتية المختلفة بما يوفر فرصا تنموية مشتركة. وقد أشاد رئيس زيمبابوي في هذا السياق بما لمسه شخصيا خلال زيارته لمصر من نهضة تنموية لافتة في فترة زمنية قصيرة، مؤكدا تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات المصرية في هذا الإطار. أشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تناول كذلك التباحث حول سبل تعزيز العمل الإفريقي المشترك، لا سيما في ضوء استضافة مصر حالياً لفعاليات المعرض الثالث للتجارة البينية الإفريقية، حيث اتفق الرئيسان على أهمية تكثيف الجهود الإفريقية لضمان مرونة اقتصاديات القارة أمام الصدمات الدولية، والدور المحوري لجهود التوسع في التجارة البينية الإفريقية بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من منطقة التجارة الحرة القارية ودفع جهود التنمية الشاملة في القارة. مع استعداد مصر أن تسخر كل قدراتها وجهودها للوساطة وبالتنسيق مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط. وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل. ويجب على المجتمع الدولي اليوم أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد، فمن أجل السلام فليعمل العاملون. تواصل مصر جهودها لتوفير الاحتياجات الأساسية للأشقاء في قطاع غزة، حيث وصل حجم المساعدات المتواجدة بمنطقة العريش إلى نحو 8279 طناً مقدمة من كل من جمعية الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة، فضلاً عن عدد من الدول الشقيقة والصديقة ومنظمات دولية. كما استقبل معبر رفح 4111 شخصاً من الرعايا الأجانب ومزدوجي جنسية والمصريين، كما دخل عبر المعبر 275 مصاباً ومرافقاً للعلاج بالمستشفيات المصرية.
جهود متواصلة بذلتها وما زالت تبذلها مصر دعما للقضية الفلسطينية ومساندة للأشقاء في قطاع غزة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي ترجمت في العديد من الإجراءات والمواقف التي اتخذتها القاهرة، وكان أبرزها خلال الفترة الماضية إدخال المساعدات إلى أهالي القطاع واستقبال المصابين عبر معبر رفح لعلاجهم في المستشفيات المصرية. المزيد في العرض التالي مع الزميلة دارين مصطفى. أهلا بكم. في صميم العقيدة والأمن القومي المصري كانت ولا زالت القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني بشتى السبل الممكنة وأمام جميع المحافل الدولية. ويتأكد الموقف المصري الداعم لفلسطين يوما تلو الآخر ومن خلال الأزمات المتتالية التي يواجهها الشعب الفلسطيني الأعزل. موقف لا يحتاج إلى مزايدة هو الموقف المصري الداعم للحقوق الفلسطينية والمتضامنة مع الشعب الفلسطيني، رسالة جددت مصر التأكيد عليها ردا على ادعاءات أو مزاعم كاذبة تهدف إلى التشكيك في تضامن مصر مع الشعب الفلسطيني وبخاصة الأشقاء في قطاع غزة الذي يعيش عدوانا إسرائيليا غاشما وحصارا مطبقا من كل الاتجاهات. ومع ذلك لم تغلق مصر بابها أمام الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، كما جددت مصر التأكيد على أن معبر رفح لا زال مفتوحا ولم يتم إغلاقه في أي مرحلة من المراحل منذ بداية الأزمة. دعت مصر من يروج أو يدعي غلق المعبر إلى الرجوع إلى البيانات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ومسؤولي الإغاثة الدولية الذين قاموا بزيارة المعبر، والتي أكدت جميعها أن الجانب المصري قام بكل الإجراءات التي تكفل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بأسرع وقت وبشكل مستدام، وأن الإجراءات الإسرائيلية المعيقة هي السبب في تأخر وصول المساعدات إلى مستحقيها من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع. الدعم المصري للأشقاء في غزة ظهر جليا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، وتم بتوجيهات من القيادة السياسية لتوفير الدعم الفوري والإغاثي للأشقاء في غزة، وحشد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهوده وتمكن من تجهيز أول قافلة مساعدات خلال 36 ساعة فقط منذ بدء العدوان. ضمت القافلة الأولى للتحالف الوطني 95 شاحنة من المساعدات وثلاثة سيارات إسعاف كانت تضم 500 متطوع، ثم تم بعدها إطلاق القافلة الثانية لتكون جسرا إغاثيا مستمرا يتكون من عشرات الشاحنات بشكل يومي. ليس ذلك فحسب، بل خصصت مصر مطار العريش لتلقي المساعدات الدولية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة الذي ظل طويلا مغلقا نظرا لقيام قوات الاحتلال بقصف محيط المعبر من الجانب الفلسطيني وتعنت إسرائيل في الموافقة على فتح معبر رفح وتوفير ممرات آمنة لدخول قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني المحاصر. كثفت مصر جهودها الدبلوماسية دوليا من أجل تسهيل عبور المصابين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عبر معبر رفح، وذلك من أجل تلقي العلاج وكذلك السماح بعبور عدد من حاملي الجنسيات المزدوجة، مع حرص متواصل من قبل القيادة السياسية على استمرار عمل المعبر في تسهيل تقديم الخدمات والاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة ودعم الأشقاء الفلسطينيين. مشاهدينا، كان هذا عرضا موجزا للدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية وللأشقاء في قطاع غزة. شكرا على طيب المتابعة. وصلت مجموعة جديدة من المصابين في قطاع غزة إلى معبر رفح لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، كما وصل مصريون وحاملو جنسيات مزدوجة إلى المعبر. ويواصل معبر رفح استقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية لإدخالها إلى الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين.
وصلت 4 طائرات مساعدات من الكويت والسعودية وقطر والإمارات إلى مطار العريش تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة. ويواصل مطار العريش استقبال طائرات المساعدات استعدادا لدخولها إلى قطاع غزة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود معكم لاستكمال باقي هذه النشرة. حلفونا حلفونا على أمان اللي في إيدينا، حلفونا حلفونا إن إحنا نشيلها في عينينا، حلفونا حلفونا.
أهلا بكم من جديد. جهود مكثفة تقوم بها مصر لتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة. ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر الماضي، تواصل مصر فتح معبر رفح لإدخال المساعدات وإخراج المصابين لتلقي العلاج. كانت وستظل مصر المدافع الأول عن القضية الفلسطينية والدعم لحقوق أبناء الشعب الفلسطيني. ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، تعمد قوة الاحتلال الإسرائيلي في حصار القطاع واستهداف البنى التحتية المدنية والمستشفيات، ما أسفر عن نقص حاد في المواد الغذائية والوقود. معبر رفح، والذي يمثل المنفذ الرئيسي لسكان غزة على العالم الخارجي، تتعمد قوة الاحتلال إعاقة دخول المساعدات من خلاله عبر إجراءات وشروط معيقة ومبررة وهية. مصر بدورها جددت التأكيد على أن معبر رفح مفتوح ولم يتم إغلاقه منذ بداية الأزمة، لافتة إلى أن من يعيق دخول المساعدات إلى القطاع هو الجانب الإسرائيلي، مستنكرة كل الادعاءات التي يتم الترويج لها بخلاف ذلك. وشددت مصر كذلك على عدم قبولها للمزايدة على مواقفها الداعمة للحقوق الفلسطينية والمتضامنة بكل السبل مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وأوضحت أن منظمة الأمم المتحدة ومسؤولي الإغاثة الدوليين الذين قاموا بزيارة المعبر أكدوا جميعاً أن الجانب المصري قام بكل الإجراءات التي تكفل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بأسرع وقت وبشكل مستدام، وأن الإجراءات الإسرائيلية المعيقة هي السبب في تأخر وصول المساعدات إلى مستحقيها من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة. مصر حرصت منذ بداية الأزمة على تقديم المساعدات والإغاثة إلى أهالي قطاع غزة، وأطلق التحالف الوطني عدة قوافل تحمل المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية. وفي سياق ذي صلة، أعلن الهلال الأحمر المصري أن مصر تصدر قائمة الدول في حجم المساعدات الإنسانية العاجلة المرسلة إلى غزة، مبيناً أن مصر قدمت 6944.29 طن من مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ومياه وخيام وغيرها من المساعدات الأخرى. أكد وزير الخارجية سامح شكري لنظيرته اليابانية رفض مصر القاطع لكل محاولات تهجير الفلسطينيين داخل قطاع غزة أو خارجه، وأهمية استدامة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع بالشكل الكافي. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه سامح شكري من نظيرته اليابانية. وأكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن وزيرة خارجية اليابان حرصت على إحاطة الوزير شكري بأهم ما تم تناوله في اجتماع وزراء خارجية مجموعة 7 بشأن الوضع في قطاع غزة، بينما أعاد وزير الخارجية التأكيد على موقف مصر الداعي إلى ضرورة اطلاع الأطراف الدولية بمسؤولياتها الإنسانية والقانونية تجاه وقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين. كما انتقد وزير الخارجية ازدواجية المعايير لدى بعض الدول التي أحجمت عن إدانة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني في الوقت الذي تتبنى فيه مواقف مغايرة في نزاعات مسلحة أخرى. كما وجهت الوزيرة اليابانية الشكر لمصر على دورها لاحتواء تداعيات الأزمة وتقديم وإيصال المساعدات الإنسانية اللازمة للقطاع، فضلا عن إجلاء الرعايا الأجانب. أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة تحمل الأطراف الدولية مسؤولياتها تجاه وقف المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني تحت سياسات العقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل ضد القطاع من استهداف متواصل وحصار وتهجير قسري، ومطالبة إسرائيل بالامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد إن شكري تلقى اتصالا هاتفيا من الدكتورة مونيكا جوما مستشارة الأمن القومي الرئيس الكيني تناول تطورات الحرب الدائرة في غزة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية أن الوزير شكري ومستشارة الأمن القومي الكينية تبادل التقييمات والرؤى إزاء السبل الكفيلة باحتواء الأوضاع الإنسانية والأمنية المتأزمة في القطاع،
حيث توافقت رؤى الطرفين حول حتمية تحقيق وقف فوري لإطلاق النار وتوقف إسرائيل عن كل الممارسات المخالفة لقواعد القانون الدولي بما فيها التهجير القسري للفلسطينيين، وضرورة تكثيف تنسيق الجهود الدولية لإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة كاملة ومستدامة على نحو يلبي الاحتياجات الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن الانتهاكات الإسرائيلية في حق المدنيين الفلسطينيين لا سيما النساء والأطفال ترقى لكونها جرائم حرب مكتملة الأركان، مشددا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع بشكل كامل ومستدام وآمن. جاء ذلك خلال استقباله وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بوث، وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد أن المناقشات بين الوزير شكري والمديرة التنفيذية الأممية ركزت على مسارات العمل المشتركة للحد من الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن وزير الخارجية أكد على ضرورة تبني الأطراف الدولية لمواقف جادة وواضحة في إطار التزاماتها القانونية والسياسية بأحكام القانون والاتفاقيات الدولية لوقف هذه الحرب بشكل فوري. وأضاف أن المسؤولة الأممية قدمت الشكر لمصر على الجهود الكبيرة والمقدرة للتعامل مع الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ومعالجة المصابين وحشد الدعم الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية. وفي سياق متصل شدد شكري على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤوليته لوقف ممارسات إسرائيل للعقاب الجماعي من استهداف وحصار وتهجير قسري وتدمير للبنية التحتية ضد سكان قطاع غزة، منوها لحتمية توصيف هذه الانتهاكات بمسمياتها الصحيحة. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين خارج غزة غير مسؤولة وتخالف القانون الدولي ومرفوضة جملة وتفصيلا. كذلك ردا على استفسار عدد من المحررين الدبلوماسيين بشأن تصريح وزير المالية الإسرائيلي حول اعتبار التهجير الطوعي لسكان غزة هو الحل الإنساني الأنسب، وأشار شكري إلى أن نزوح المواطنين في غزة هو نتاج الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين بالقطاع وعمليات حصار وتجويع مقصودة تستهدف خلق الظروف التي تؤدي إلى ترك المواطنين منازلهم ومناطق إقامتهم في جريمة حرب مكتملة الأركان، مؤكدا موقف مصر الرافض بشكل قاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين أو تعمد حجب المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية بما يخلق أوضاعا غير محتملة على كاهل المدنيين أو السماح بتصفية القضية الفلسطينية، مشددا على أن مصر سوف تواصل جهودها من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. مشاهدينا فاصل قصير ثم نعود لاستكمال باقي فقرات النشر. موعد التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الجولة الأولى، تصويت المصريين بالخارج، الجمعة 1/12/2023، السبت 2/12/2023، الأحد 3/12/2023. التصويت في الداخل 11/12/2023، الاثنين 11/12/2023، الثلاثاء 12/12/2023. جولة الإعادة، تصويت المصريين بالخارج، الجمعة 5/1/2024، السبت 6/1/2024، الأحد 7/1/2024. التصويت في الداخل، الاثنين 8/1/2024، الثلاثاء 9/1/2024، الأربعاء
10/1/2024. بكم من جديد. تفقدت كاثرين راسل المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف معبر الرفح البري، وخلال جولتها تعرفت على نوعية المساعدات المقدمة للأشقاء الفلسطينيين. We'll be right back.
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه الشديد للوضع الفظيع والخسائر الكبيرة في الأرواح في العديد من المستشفيات داخل قطاع غزة، ودعا غوتيريش إلى وقف فوري لإطلاق النار لظروف إنسانية. طالبت فلسطين بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية فورا وقبل كل شيء. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إنه على المجتمع الدولي القيام بممارسة الضغط الجاد والسريع لتحقيق وقف إطلاق النار ومنع استمرار العدوان اليومي الذي أدى لاستشهاد وجرح الآلاف من الفلسطينيين ودمار واسع غير مسبوق. أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية ضرورة العمل دوليا على وقف حرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة وضمان الممرات الآمنة لتسهيل وصول المساعدات لكل المناطق في القطاع. وخلال لقائه المتحدث باسم حزب الخضر الألماني للشؤون الدولية، جدد شتية رفض السلطة الفلسطينية لأية أفكار لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني عن بيوتهم وأراضيهم في القطاع، مشددا على ضرورة العمل على خلق مسار سياسي شامل وعادل ينهي الاحتلال ويقيم الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967. أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي ضرورة رفض ومواجهة الخطط الإسرائيلية الداعية للترحيل القسري، وأن تتخذ الدول خطوات فاعلة من أجل منع إسرائيل ارتكاب هذه الجريمة المكررة للنكبة، مطالبا بخطوات للمساءلة. وخلال لقائه بوزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، شدد المالكي على ضرورة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بأسرع وقت ممكن، مؤكدا أن إسرائيل قوة قائمة بالاحتلال لا حق لها في الدفاع عن النفس وهي ترتكب الجرائم وتنتهك كل قواعد القانون الدولي الإنساني، مضيفا أن حجة الدفاع عن النفس هي بمثابة تشجيع على استمرار الجرائم وقتل المدنيين الأبرياء. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء إلى 11451 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، وارتفاع الإصابات إلى نحو 31700 جريح. وأوضحت الوزارة أنها تواجه لليوم الثالث على التوالي تحديات في تحديث أرقام الضحايا بسبب انهيار الخدمة والاتصالات في مستشفيات الشمال. استشهد عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة في اليوم 39 من العدوان المستمر منذ 7 أكتوبر المنصرم. وأفادت مصادر طبية من القطاع بأن طائرات الاحتلال الحربية شنت سلسلة غارات على محيط مجمع الشفاء وجامع الكنز وبنأية سكنية بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد عشرات الأشخاص وإصابة آخرين بجروح. وأضافت المصادر أن سيارات الإسعاف لم تستطع الوصول إلى الأماكن المستهدفة لنقل الشهداء وإسعاف الجرحى بسبب تواصل القصف والحصار على المدينة، كما استشهد 13 فلسطينيا جراء قصف منزلين غرب مدينة خان يونس. أخذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة موقف مشروع تطوير المنطقة الأثرية بهضبة الأهرامات. وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية تعظيم ما في المنطقة من مقومات وإمكانات أثرية وتاريخية وصولا لإتاحة تجربة متفردة للسائحين والزائرين لهذه المنطقة السياحية بما يعكس الوجه التاريخي والحضري لمصر. وتابع رئيس الوزراء خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمختلف مكونات مشروع تطوير المنطقة الأثرية بهضبة الأهرامات، حيث تمت الإشارة إلى موقف إقامة بوابات للدخول والخروج على طريق الفيوم ومركز للزوار وساحات انتظار السيارات، بالإضافة إلى مسارات للحركة داخل المنطقة الأثرية ومحطة استراحة وتوقف ومنطقة للتريض ومباني خدمية وشبكات بنية تحتية.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المهندس صبحي بترجي رئيس مجلس إدارة مجموعة السعود الألماني الصحية. وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء ترحيب الحكومة الدائم باستثمارات المجموعة في مصر، لافتا إلى أنه سبق أن أكد خلال افتتاح المستشفى السعودي الألماني الجديد بالإسكندرية في أكتوبر الماضي دعم الحكومة للمجموعة لبناء وتشغيل 10 مستشفيات في مصر. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن ترحيب الحكومة باستثمارات القطاع الخاص يتسق مع نهجها خلال الفترة الأخيرة لتمكين هذا القطاع. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجية التعبوي التخصصي لمركز السيطرة الخلفية للقوات المسلحة، والذي استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب الاستراتيجي التعبوي للهيئات والإدارات، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجية التعبوي التخصصي لمركز السيطرة الخلفي للقوات المسلحة، والذي استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب الاستراتيجي التعبوي للهيئات والإدارات، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. وألقى اللواء أركان حرب هاني محمد كامل رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة كلمة أشار فيها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم منظومة التطوير والتحديث بمختلف الهيئات والإدارات والأسلحة التخصصية بالقوات المسلحة، بما يحقق الارتقاء بكافة مقومات القوى العسكرية الحديثة للوفاء بالمهام والمسؤوليات في الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته. تضمنت المرحلة الرئيسية عرض ملخص الفكرة الاستراتيجية التعبوية وعرض التقارير من مختلف التخصصات، والتي أظهرت مدى الكفاءة والتميز في تنفيذ المهام التي توكل إلى المنظومة الإدارية المتكاملة للقوات المسلحة، كما أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد العالي لكافة هيئات القيادة المشاركة بالمشروع. وناقش القائد العام للقوات المسلحة عدداً من القادة المشاركين بالمشروع في الأسلوب الأمثل لمجابهة كافة المتغيرات الطارئة، وأشاد بالقرارات المتخذة من القادة وقدرتهم على العمل المشترك في نسيج متكامل، مشيراً إلى أن التخطيط والتأمين الإداري يعد من أهم مقومات نجاح القوات المسلحة ودعم كفاءتها القتالية. ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى رجال هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة والإدارات التخصصية، مؤكدا أن القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته بما تملكه من منظومة تسليح متطورة في كافة التخصصات. وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض التقارير والقرارات لكافة الإدارات التخصصية المشاركة في المشروع أثناء مراحل العمليات. وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط بالمشروع في تنفيذ مهامهم، وقام بفرض عدد من المواقف الطارئة للتأكد من القدرة على اتخاذ القرار السليم أثناء إدارة العمليات، مؤكداً أهمية المحافظة على أعلى مستويات التأمين الفني والإداري أثناء مختلف مراحل العمليات للقدرة على تنفيذ المهام المكلفين بها بكفاءة واقتدار. صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الطلبة الذكور والإناث خريجي الجامعات الحكومية والخاصة الحاصلين على البكالوريوس الليسانس والدراسات العليا للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2023. صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الطلبة الذكور والإناث خريجي الجامعات الحكومية والخاصة الحاصلين على البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2023.
جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية للإعلان عن شروط القبول للدفعات الجديدة. وسيتم تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على الإنترنت tanseeq.mod.gov.eg، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 15 من نوفمبر 2023 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 28 من نوفمبر 2023 على أن يتم تحديد موعد الحضور لسحب الملفات إلكترونيا. كما سيتم فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بالكلية الحربية بمصر الجديدة اعتبارا من يوم السبت الموافق 18 من نوفمبر 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 30 من نوفمبر 2023. مشاهدينا فاصل قصير ثم نعود مرة أخرى لاستكمال أخبارنا في هذه النشرة.
أهلا بكم مشاهدينا. انعقد أول الاجتماعات التحضيرية لإطلاق المؤتمر القومي الخاص بالحوار الوطني حول تطوير منظومة المرحلة الثانوية في مصر، وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي أن إطلاق المؤتمر القومي الخاص بالحوار الوطني حول تطوير مناهج المرحلة الثانوية يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بجمع كل الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية محليا ودوليا للاستماع ومناقشة كل الأراء للوصول إلى أفضل الآليات الخاصة بتطوير منظومة المرحلة الثانوية، بما يحقق صالح الطلاب ويرفع المعاناة عن كاهل الأسر، وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتنافسية الدولية. افتتح وزير التجارة والصناعة أحمد سمير فعاليات المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري القطري، كما استعرض مع نظيره القطري فرص التعاون الاقتصادي المتاحة بين البلدين. وأشار وزير التجارة إلى أهمية تفعيل العمل العربي المشترك لتحقيق التكامل الاقتصادي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، مؤكدا أن هذا المنتدى يمثل نواة لشراكات صناعية مصرية قطرية تسهم في تحقيق التكامل الصناعي على الصعيدين الثنائي والعربي. كما لفت إلى أهمية الاستفادة من المنتدى لبدء حقبة جديدة من التعاون والتكامل الاقتصادي بين القاهرة والدوحة. وفي ختام المنتدى شهد الوزيران توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الشركات المصرية ونظيراتها القطرية في مجالات العقارات والصناعات الغذائية والسيارات. التعاون والعمل المشترك هما السبيلين الوحيدين لتجاوز الأزمات واستغلال ما تتيحه من فرص ومنح وإيجاد مناخ من التواصل الدائم مع أشقائنا في دولة قطر، والذي من شأنه الوصول إلى صيغ مشتركة بين البلدين تدفع بالتطوير الدائم للعلاقات على كافة الأصعدة والمستويات، وبالأخص العلاقات التجارية والاستثمارية. دائما العلاقات الاقتصادية بين الدول هي دي القاطرة اللي بتقود العلاقات، المصالح الاقتصادية المشتركة. وطبعا كان في مؤخرا لقاءات على مستوى القمة بين الرئيس وأمير قطر، وكان في توجيه سياسي من القاضي قيادة البلدين للشركات وللوزارات المعنية لعمل استثمار وشراكات، مش فقط تجارة وتصدير واستيراد. قطر النهاردة في المعرض، احنا النهاردة شفنا حاجة جديدة، انه دخلوا مجال الصناعة، لان المستقبل هو للصناعات البديلة مش قطاع الطاقة والبترول فقط، لان دي طاقة سونر اور ليتر هيحصل انها تنفذ. يبقى الصناعات الغذائية والصناعات المكملة للاحتياجات الصناعة في مجال بقى البترول، في مجال الطاقة، في مجال المواد الغذائية، في مجال الأساس منتج، كل أنواع الصناعات دي مطلوبة، وهي دي اللي فيها الاستدامة، وهي دي اللي بتوفر فرص عمل. هذه ليست الزيارة الأولى لنا كرابطة رجال الأعمال، هذه الزيارة الثانية. في الزيارة الأولى كانت معنا ثلة من المستثمرين اطلعوا على الإمكانيات المتاحة في جمهورية مصر بشكل عام، يعني سواء كانت في قطاعات السياحة أو الزراعة أو الصناعة. والآن هذه الزيارة الثانية لنا، أعتقد أيضا يوجد رجال أعمال مختلفين أتوا معنا في هذه الزيارة. أعتقد الجانب القطري جدا منبهر من ما رأى حتى الآن، هناك فرص استثمارية واعدة، هناك رجال أعمال مصريين قادرين على المشاركة مع الجانب القطري في إقامة مشاريع مشتركة، وخصوصا أن البنية التحتية الآن في مصر جدا رائعة، وتشجع المستثمر القطري أنه يستثمر أكثر وبشكل أكبر في مشاريع مختلفة. نأمل أن يكون في هناك تنسيق وفي تعاون مشترك ما بين قطر وما بين جمهور مصر العربية من قبل رجال الأعمال القطريين. وإحنا شفنا أيضا كان في توقيع اتفاقيات ما بين رجال الأعمال القطريين ورجال الأعمال المصريين، فهذا العامل المشترك بيخلي إن شاء الله أنه الاقتصاد القطري والمصري ينمو أكثر، وفي نفس الوقت التجارة البينية بين البلدين تتطور. وهذه اللي نطلع لها دائما كدول عربية، لازم يكون في تعاون بيننا كدول عربية عشان ننمي الأواصر الاقتصادية ما بين الدول العربية عن الدول الأخرى.
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي غدا الأربعاء كآخر موعد لتقديم طلبات تعديل مقر الاقتراع للناخبين من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، وهي خدمة تعديل المركز الانتخابي للمواطن وفقا لقربه من محل السكن. كما تنتهي غدا الأربعاء المدة القانونية المحددة لتنازل المرشحين للانتخابات الرئاسية عن ترشحهم لخوض السباق الانتخابي ونشر التنازلات في الجريدة الرسمية خلال يومين من تاريخ التنازل، وذلك وفقا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات تمهيدا لإجراء عملية الاقتراع للمصريين في الخارج أيام الأول والثاني والثالث من ديسمبر، فيما تجرى في الداخل خلال أيام العاشر والحادي عشر والثاني عشر من ديسمبر. التقى المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، وذلك في مقر دار الإفتاء المصرية. وعبر المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي عن سعادته لزيارة دار الإفتاء المصرية المؤسسة العريقة التي تتحدث بلسان الدين الحنيف وتوضح للمسلمين الحق وتزيل ما التبس عليهم من أمور دينهم ودنياهم. من جانبه قال فضيلة المفتي أن دار الإفتاء المصرية تحمل مسؤولية كبيرة في حمل الأمانة وضرورة إعادة الأمور في نصابها الصحيح بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية. وفي إطار حمل الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر، عقدت الأمانة العامة لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الإسكندرية اجتماعا لدعم مرشح الحزب ورسم خطة الحملة خلال الأيام القادمة. وخلال الاجتماع صدرت عدة قرارات تنظيمية لأمانة الأقسام على مستوى المحافظة، منها توزيع البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي حازم عمر والتنسيق للحملة الانتخابية وخطة الدعاية، وكذلك تسكين اللجان والمقرات الانتخابية بالمحافظة. أعلن المنسق العام لحملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة عن تنظيم مؤتمر حاشد ببورسعيد الجمعة المقبل لدعم مرشح حزب الوفد في الانتخابات الرئاسية. وأكد المنسق العام أن مؤتمر بورسعيد واحد من أهم المؤتمرات الرئيسية التي تنظمها حملة رئيس حزب الوفد، ويضم كل مدن القناة والشرقية ودمياط، وبحضور نواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ وأعضاء الهيئة العليا ورؤساء اللجان بهذه المحافظات ومساعدي وقيادات الحزب. كما أعلنت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران استكمال الهيكل الأساسي لها باختيار الهيئة الاستشارية بالإضافة لأعضاء المكتب التنفيذي ومنسقي ومقرري وأعضاء اللجان المختلفة بها. وأعلنت الحملة أنها تضم عددا من الخبراء والمتخصصين في مجالات متنوعة بالإضافة لعدد من الشباب في الصفوف الأولى من تشكيل الحملة. مشاهدينا، بهذا تنتهي نشرة التاسعة، وهذا تذكير بأهم العناوين. الرئيس السيسي يتفق مع نظيره الروسي على تكثيف الجهود الدولية تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار بقطاع غزة وإتاحة المجال أمام النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية. الرئيس السيسي يوجه بتوفير إمدادات غذائية إضافية بقيمة 650 طنا للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة. غوتيريش يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ويعرب عن قلقه حول فقدان الأرواح بمستشفيات القطاع. مشاهدينا، لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو كيو آر كود الظاهر على الشاشة. مشاهدينا، كنا معكم في هذه النشرة، زميلي لؤي أباظة وأنا مدى سعيد، وهذه تحياتنا.